انتقل إلى نيويورك مع الأستاذة نادين ساندر، صحفية متخصصة في الشأن الأمريكي. أستاذة نادين أهلا بك. طبعا النقاش الدائم حول هذا الصراع المحتمل ما بين الولايات المتحدة، ما بين مصالح الولايات المتحدة ومصالح الصين في منطقة الشرق الأوسط. هناك كلام أمريكي أن واشنطن تنسحب شيئا فشيئا من ملفات المنطقة، وبالتالي إلى أي حد هي ستسمح أو هي ستجابه أو هي ستحتك بأي تقدم صيني في هذه المنطقة؟ أهلا بك ومشاهدين. يعني انسحاب الولايات المتحدة الذي يتحدث عنه في المنطقة، أنا لا أعتقد بأنه بالفعل محاولة انسحاب، إنما مشاغل أو القضايا التي تشغل الإدارة الأمريكية حاليا في بعد عهد ترامب وفي إدارة بايدن هي كبيرة لدرجة أن تؤجل الولايات المتحدة الأمريكية بعض الأزمات في الشرق الأوسط إلى وقت آخر، وتركز الآن على المواضيع الكبرى التي تهم الولايات المتحدة، وخصوصا أن الأزمات التي موجودة في الشرق الأوسط هي أزمات عالقة منذ سنوات وليست حديثة العهد، وكلما كانت الأزمة حديثة كلما كانت معالجتها أسهل، أما عندما تمتد وتبقى عالقة لسنوات وتصبح كالمرض المزمن صعب معالجته. أما بالنسبة للتجاذبات بين الولايات المتحدة والصين وطريقة تعامل الشرق الأوسط مع الصين فبالفعل هي مصدر قلق للولايات المتحدة، لأن بالتأكيد الولايات المتحدة هي لا ترغب بالتمدد الصيني بهذه الدرجة، وخصوصا أن الدول كثير من الدول العربية هم حلفاء أساسيون أو حلفاء ترتكز عليهم الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، وهناك تبادل سواء دبلوماسي أو عسكري أو تجاري مهم جدا لا يمكن تجاوزه، إنما المواضيع ربما هي فقط مؤجلة. ونرى أنا أن موضوع يا أستاذة إيران نادين، هل مثلا على هناك سبيل نقاش المثال في ال